بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. عظيم رائع. سنتكلم الآن عن بعض الحركات التي نقوم بها نحن الإنسان وغلط، يعني متعودين عليها طول حياتنا، بس هي غلط، هي سبب أوجاعنا، هي سبب وجع ظهري أكثر من 70%. يعني هي لحال الحركة التي سنراها الآن مع العديد من الأشخاص التي تسبب أوجاعي، تسبب وجع ركبتيني، تسبب وجع رقبتي، ووجع مفاصلي، والمسكين ظهري. خلينا نشوف الحركة التي انت حضرتك يا استاذ ويا مدام تفعلوها دائما دائما، كل يوم كل يوم كل يوم، ونحن ما منعرف. خلينا نشوفهم على بركة الله. الآن السلام عليكم جميعا، كيف حالكم؟ يلا عظيم، بطلب منكم الآن أن تفضلوا هيك وقفوا. عظيم، اجلسوا، لاحظوا، بدي اياكم تلاحظوا الوقفة والقعدة. هلا نفس الوقفة بدكم توقفوا بس على البطيء، على البطيء. كيف يعني هيدا الفيلم البطيء على الهواء؟ ليك ليك ليك، خلينا برافو عليك، برافو عليك. لاحظوا لاحظوا الانحناء، لاحظوا الانحناء بظهره، عظيم، لاحظوا. يلا يلا يلا، خلينا الصبايا كمان اجلسوا، بس اجلسوا سريع وقوموا على البطيء واستشعروا بالمشاعر كيف تكون، فيها وجع ولا لا. يلا لاحظوا للأمام للأمام، الآن هني لاحظوا قاموا. بس هي ماذا حصل لها؟ خلينا صبية صبية، عادي انت عادي، الله يرضى عليك. لاحظوا كيف بدأت تقوم وأنا كون هون. لاحظوا هذا الانحناء يلي قامت فيه، عادي لاحظي، لا عادي مرة تانية قومي، هذا الانحكاف، ليك 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 ليك، وقامت يعني وضعت وزنها كلها سوا، وضعت نفسها كلها سوا. خلص قعدني أنا، قعديني محليك، قعديني محليك هون. لاحظوا الذي قامت فيه الصبية ماذا حصل؟ هيك كانت قاعده وراحت للامام، مش راحت للامام، شفتوها انت شفتي نفسي، ذهبت للامام وقامت بهيدا الشكل. طب انا بدي اقوم، بدي اوقف، انا ليش بدي اروح للامام؟ هيدي عندما انا اذهب الى الامام، جربي هلا جلسي هون، انا ذهبت الى الامام وضعت وزني، وزني مش وزني ايه، وزن راسي يعني، وزن ايدي كلهم على المسكينه ركبتي وعلى ظهري. لاحظوا قومي هلا على البطيء، على البطيء خليك بس على البطيء اكثر، قومي. لاحظي وجع مش هيك ثقيله، بس نحن بنقوم سعيد، جسمي شو بده يعمل مسكين يعني هيك، بيقول لي بدي اعمل مثل خادمه عندي، بس الان بدنا نغير، بدي اقوم انا وهيك وراسي للاعلى يعني هيك. هيدي هي الوقفه، لك محليها ايه مستحيل مستحيل تقومي. لاحظي لاحظي، انا حطها على ركبي على هون، لاحظوا خلص انا ما بدي اعمل هيك ظهري، ها ظهري وجامد هيك موقف هيك، ها سهله لك ما سهله، اخفف خف وزني صار اخف، ليس هيك، هيدي خفف 70% من 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 وجع ظهري. اي والله، ها ها ليس هيك كمان، ها هيدي بضل انا قايم وجه، شو بدي برقبتي؟ ما من رقبتي شو خاصة رقبتي تروح على الأرض؟ شو أنا أبحث عن الفلوس أو الطعام؟ دجاجة؟ لا والله، ما معظم الناس الله يطول عمرهم، الماما والبابا كذلك هيك، يعني في ناس أذهب إليها ساعدوني لأقوم سلم عليك، لا من لا خليك خليك قاعد، خليك قاعد، شو بدك بهالقومة؟ خليك قاعد، بدي أقوم ليك ليك بيعمل لك آه، شو بدك بضلك؟ جرب أنت هيك ما تعمل هيك هلا، هيك عادي، وقوم من القدمين، يلا جربت، ما تحطي ايديك، ليش بدك تحطي ايديك؟ ما في داعي تحطي ايديك، خلص هيدي هون اسهل، مش اسهل؟ يلا اعملوها لكن اسهل برشا، يعني اسهل اكثر، خلص مزبوط ولا لا؟ هلك ليك ليك اعمل هلا هيك يعني كما تشاء، مش اسهل؟ خلص، بس هيدي اقسم بالله تزيل، ليس ما بدي انا اقسم، شو انا جاي انا اقسم، بجربها بال 70 90% من وجع ظهرك، يا ريت وشكلك احلى، مش شكلك احلى يعني انا قايم. اهلا السلام عليكم، اهلا الله يرضى عليك، مبين صرت عجوز، يا ريت عجوز، قوم هيك وقعد هيك. سو الحركه الجيده تؤثر علي بشكل جيد وشكلي احلى وشكلك افضل، هلا في ألف طريقة غير. سو هيدي طريقة سريعة وفورية لإزالة
وجع ظهري بحركة من الحركة بعاضي من العضيد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.